السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلكم إبراهيم. أولا بسم الله الذي على القلم على السلام لم يعلم. نبدأ إن شاء الله النهاردة أول محاضرة من محاضرات سي إن إس فاينل. طبعا يعني إحنا كنا واقفين في الميد عند محاضرة البين رقم واحد، وحاليا المفروض نشرح البين رقم اثنين، بس عشان نشرح محاضرة البين رقم اثنين بصراحة يعني صعبة جدا أشرحها من غير ما أشرح أدي فكرة أو أدي يعني تذكرة كده عن محاضرة البين رقم واحد، عشان هي هتفيدنا جدا إن إحنا نفهم العناصر بتاعت المحاضرة التانية اللي هي بتتكلم عن السباينال والسوبر سباينال كنترول في بين، وبتتكلم عن نوع تاني من البين اللي هو بدأنا خدنا نوع واحد منهم اللي هو الكوتينيوس بين، خدناه في المحاضرة رقم واحد. فأنا ما أقدرش إن أنا أتكلم عن الديب بين والفيسترال بين والنيوروباثيك بين من غير ما أفكر بأنواع البين وأفكر بالباثوي بتاعه. أول حاجة أفكر بموضوع الديفينيشن بتاع البين. البين هو كان عبارة عن امبليزنت سنسيشن، احساس مش كويس، ومعاه طبعا ايموشنال اكسبيرينس، حتى مش شرط يبقى احساس او حتى خبره سيئه مثلا مرض معاك، فبالتالي بتبقى اسوشيتد مع ايه، مع اكشوال او بوتنشال تيشو دامج، ودي طبعا بتبقى ورننج ساين كبيره جدا، يعني بتنبهك يعني حاجه مهمه جدا في الجسم، بتنبه عن في تيشو دامج بيحصل عشان تاخد بالك. وطبعا اهم حاجه من ده كله مش بس تاخد بالك، انك انت اصلا جسم ريفلكس هيشغل البروتكتيف ريفلكس بتاعه الجسم، نفس الريفلكشن والدرول او الريفلكس موبيلايزيشن، وهنرجع لهم على السريع. طيب كان في بس ايه مصطلحين عايز افرق بينهم بس تاني عشان ايه، عشان ده يفيد النهارده في انواع البين. طبعا احنا خدنا ان في البين سنسيشن وقلنا تعريفه. في مصطلح ثاني هو ايه اللي هو النوسيبشن، نوسي سيبشن. طبعا المفروض خدناه جوه المحاضره اللي فاتت، بس انا هفكرها لك بحاجه على السريع كده. ان البين سنسيشن دوت حاجه انت بتدركها، انت مدركها. النوسيبشن هي العمليه الانكونشس اكتيفيتي اللي هي بتتم عن طريق حصل هارم في الاستيمولس على الفري نيرف اندنج اللي هي البين ريسبتور. البين ريسبتور هي الفري نيرف اندنج، يبدا يحصل لها انكودنج وتبدا تطلع على هيئه اكشن بوتنشال للدماغ. ليه بقى انا ليه ركزت على موضوع النوسيبشن ده؟ علشان البين هيبقى نوعين كبار. طبعا انا بشرح كده ايه، انا هشرح اول حاجه الشرح عشان الفهم، وبعدين هبقى اركز على الورقه دول ايه، هقرا كلمه كلمه. النص في نص سيبتيف بين، نص سيبتيف يعني انا حصل تيشو دامج فشغلت الريسبتور اللي هي فري نيرف اندنج، بدا يحصل لها انكودنج طلعت لها اي اكشن بوتنشال. لان في نوع ثاني من البين اللي هو بعيد عن نص سيبشن اللي هو اسمه نيوروباثيك بين. نيوروباثيك بين يعني ده بعيد عن يعني ده هيبقى في عندنا نوسي سيبتيف بين، وفي كاتيجوري تاني اسمه نيوروباثيك بين. طبعا ده اللي انا هركز عليه النهارده في المحاضره. وفي انواع تانية من نوسي سيبتيف بين احنا خدناها، خدنا واحد منهم اسمه الكيوتينيوس. خدنا الكيوتينيوس بين، هناخد النهارده نوعين تانيين اللي هو الديب بين والفيسترال. ده بشكل عام الصوره الاساسيه. طبعا النوسيبشن دي عمليه انكونشس اللي هي عمليه انكودنج، يعني الريسبتور اشتغل في النيرف اندنج. وعلى فكره في النيرف اندنج زي ما خدنا في المحاضره الاولى موجود في وايد ديستريبيوتد في الجسم كله، بس موجود في اربع اماكن اللي هو كان كتب فيهم الليبر والالفيوراي، الليبر بريك والالفيوراي والبون والبرين. يعني حتى الصداع احنا خدناها الليدك، خد ان هو اصلا بيبقى اسبابه حاجه مثلا ارتري، حصل سبازم في ارتري في داخل السكال يعني، فهو ده اللي بيبقى سبب البين. او احيانا يبقى سبازم في النيك ماسل، فهو ده اللي بيبقى سبب الهيدك. لكن هو البرين يعني ما يقدرش يحس بالالم. فطبعا احنا عايزين نتكلم عن كيوتينيوس بين، اتكلمنا عنه قلنا ان هو البين سنسيشن بيحصل لما يتم عمليه ستيميليشن للبين سنتر اللي موجوده في السكن. وطبعا كنا طبعا قسمنا البين اللي هو اكوردنج للكورس، ان كان في اكيوت بين وانترميتنت وكرونيك، وقسمناه طبعا على السايت ممكن يكون كوتينيوس وديب وفيسترال ونيوروباثيك بين. وعرفنا ان ده كله عباره عن ريسبتور شغال اللي هو الفير بيندنج شغال بيعمل كودنج بيطلع اكشن بوتنشال. لكن ده نيوروباثيك بين ده مشكله فين؟ المشكله في الفايبر اللي شايله البين، حصل فيها يا اما قطع مثلا او اريتيشن او حصل فيها مثلا باثولوجيكال تشينج. فالباثولوجيكال تشينج دوت خلى البين يعني خلى البين يكون مش لسه على ريسبتور. عشان كده حتى لما اجي اعمل له ادي له حاجه نفس المورفين
ما بيبقى ما بيتاثرش فيه، بيفضل البيل موجود، لان المورفين غالبا هيقفل، هنعرف دلوقتي برضه ازاي يشتغل، هيقفل البيل ريسبتور. لكن النيوروباثيك بين هو مشكلته مش في الريسبتور، مشكلته ان السكه نفسها اللي شايله البين هي حصل فيها اريتيشن او مشكله. طبعا لما جينا اتكلمنا عن الكوتينيوس بين قسمناه اهم حاجتين بقى اللي هنتكلم عنها دلوقتي بقى عشان نخش في محاضرتنا، قسمناها لفاست بين او ايميديت بين، هو الفاست او الايميديت، هو سماها برضه اكيوت بس دي مش تسميه صحيحه يعني، وسماها النوع الثاني ديليت او السلو بين، وقال عليه كرونيك، بس طبعا برضه نفس دي مش تسميه صحيحه، لان الكرونيك والاكيوت دي حاجه خاصه بالكورس بتاع البين، يعني والله بين حصل مره واحده والمده قليله ده اكيوت، لو حصل بين على شكل تدريجي ومده طويله ده اسمه كرونيك. لكن هنا انا بتكلم على اول ما بيحصل تيشو دامج، اول حاجه الواحد بيحس بايه؟ بيحس بالم في الاول شديد، ده اللي بيعمل انيشيشن للبروتكتيف ريفلكس، هو اللي بيشغل البروتكتيف ريفلكس ويخليك تحس، يعني تعرف ان حصل الم وتعرف هو فين، يعني بيحصل فيه بيرسبشن وبيحصل فيه لوكاليزيشن. لكن الديليت بين او سلو بين ده بيبقى ما هو اكتر الا انك انت حاسس ان في بين بيبقى ديفيوز مش عارف تحدد مكانه بالظبط، يعني لو تشكيت في الاول هتعرف تحدد مكانه فين، بس بعد شويه هتحس ان في الم في حته بس ما تعرفش تحدده بالظبط، يعني لو حطيت صباعك عليه ما تقدرش تعرف تحط صباعك على المكان بالظبط اللي انت شكيت فيه. فطبعا نعرف ان الكوتينيوس بين ده بيتضمن نوعين، يعني لو واحد مثلا حصل خصوصا مثلا بريكنج ميثود اللي خدناها بيحصل له فاست بين، فاست وسلو، لكن النوعين دول سلو بين بس، عشان بس لما اجي اشرح الباثوي افكركم بالباثوي عشان لما جينا نشرح السوبر سبانر الكنترول تعرف ان دوت تبع هو نفس الباثوي بس يختلفوا في حاجه واحده بس، ان الفاست بين بيبقى دلتا فايبرز والسلو بين بيبقى سي فايبرز، يعني بيبقى طبعا الكوندكشن فيه اذا كان دوت مثلا من 35 متر في الثانيه دوت من نص ل 2 متر في الثانيه، ده الفكره عشان بس ايه نبدا ناخد ايه افكر باث واي ونبدا نتكلم عن السوبرا سباينال اند سباينال كنترول اوف بين. البين سيكتور كان عباره عن فينر بيندنج، الفينر بيندنج ده بتطلع عن طريق يا اما حاجتين اذا كان فاست بين في الكوتينيوس بين اللي احنا خدناه خلاص في المحاضره رقم واحد ومش هنتطرق له ثاني، بس طبعا عشان في كنترول بتاعه فلازم اتكلم عنه، يعني عشان كده كان بيطلع ان مثلا ده فري نيرف اندنج، ده هنا في فينر بيندنج، يعني هم كتبوا كده فري نيرف اندنج في المحاضره، طلع عن طريق يا اما دلتا فايبرز اور سي فايبرز، طبعا اذا كان ده في الفاست بين كان ده في السلو بين كان بيروح لغايه ما يوصل للدي ار جي اللي هو دورزال روت جانجليم جوه السيل بادي بتاعتها، عشان طبعا دي سوديوم ريجولر عشان يحمي السيل بادي، تخيل لو كان السيل بادي موجوده في البيرفرال او اول ما تاخد خبطه السيل بادي باظت الخليه كلها باظت، لكن لازم ان السيل بادي يبقى محمي في الدي ار جي جنب السباينال كورد عشان يعني يحميه من يطلع حاجه اسمها سنترال اكزون سوديوم ريجولر، حاجه اسمها بريفرال اكزون، بريفرال اكزون ده يوديها ل يخش عن طريق الدورزال روت، يخش عن طريق الدورزال روت للسباينال كورد، لكن السباينال كورد كنا بنرسمه لو كان كده كنا بنرسمه كده، طبعا ليه انتيرو هون سيل وبوستيرو هون سيل، وكان ليه دورزال روت وفنترال روت، كان الفنترال ده بيطلع طبعا منه الموتر اذا كان ده انتيرو، ده كان انتيرو هون سيل، انتيرو هون سيلز ده كان بوستيرو، طبعا ده كان سنسوري، ده كان موتور البتر، فطبعا كان بيمشي يدخل، بعد ما يدخل هنا ما كانش بيروح على الاس جي ار على طول، كان بيطلع ل 1 اور 2 سيجمنت، بعد ما يطلع ل 1 اور 2 سيجمنت في حاجه اسمها للساور تراك، كان بيطلع اسنت فور 2 اور 2 سيجمنت، حاجه اسمها للساور تراك، مش مهم قوي ما تكونش كان ده المحاضره فاتت فانت مش ممكن تبقى فاكره قوي، يعني كان بيطلع وبعدين يخش في الايه؟ في الاس جي ار، بيخش في الاس جي ار، بعدين يطلع في السيجمنت اللي فوقيه يخش في حاجه اسمها طبعا من ناحيه البوستيرو، طبعا كان يدخل من خلينا نحطها بوستيرو شويه، كان يخش من ناحيه البوستيرو على الاس جي ار. الاس جي ار اللي هي سبستانشيا جيلاتينوزا او فرولاندي او رولاندو مش هتفرق، ده كان الايه؟ الفيرست اوردر نيورون، ده كان الفيرست اوردر، فيرست اوردر يو اوردر يو. بعد ما يوصل اس جي ار كان بيعمل كروسنج قدام السنتر كان، يعني اذا كان دي سنتر كان هو كان بيعمل قدامه كروسنج ويطلع
في حاجه اسمها اللاترال سباينو ثلاميك تراكت. مره عشان تفتكر كان بيطلع في اللاترال سباينو ثلاميك تراكت مع البين والتمبريتشر، لكن كان بيطلع في الفنترال سباينو ثلاميك تراكت كان بيطلع الاتشنج والتيكلينج والكور تاتش، كان بيطلع ورا في الدورز الكولم كان بيطلع الفاين تاتش واخواته اللي هي الفايبريشن والكانستيزيا والبريشر كان بيطلع في الدورز في الدورز. انا اللي عايز اوصله هنا بس ان احنا كده دلوقتي ماشيين زي يعني فاست بين ماشي نفس سلو بين، هنا اي دلتا وهنا سي كله ماشي زي بعضه. الاختلاف بقى بين الفاست بين والسلو بين لما يطلع ده هنا بقى ايه سكند لاترال، هنا يبقى ايه سكند اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون بعد ما يطلع كده زي بعض لغايه دلوقتي. بس طبعا بس الفرق في صوره التوصيل ان الفاست بين اسرع شويه عشان طبعا ده اللي هيشغل، لان هو هيروح هنا هيعمل كولاترالز خدناها وانا راجع على الاكشن اوف بين كولاترالز لان كيلو سيل بيطلع فايبرز عشان تعمل فليكشن ويدرول في الفليكس موبيلايزيشن، وانا هختار منهم في الاكشن بين لما راجع عليها دلوقتي. طيب احنا كده ماشيين طلع لغايه ايه؟ لغايه الثلمس اسمه سباينو ثلاميك، يعني يطلع لغايه الثلمس. الاستوبين ده يعني الفرق الاولاني عشان نعرف نفرق الاستوبين كان هيروح حاجه اسمها نون سبيسيفيك ثلاميك نيوكليار، نون سبيسيفيك ثلاميك نيوكليار. الفاست بين بقى لا ده كان هيروح على البي ال بي بي ال بي ان تي، وبعد بي ال بي ان تي هيطلع فيه البوستيرور ليمب بتاع الانترنال كابسول كسنسور راديشن يروح للسوماتيك سنسور اريا عشان يحصل له عندها يطلع في البوستيرور ليمب اوف انترنال كابسول هيروح كسنسور راديشن هيروح للسوماتيك سنسوري اريا. هيحصل له ايه هنا بقى؟ هيحصل له بيرسبشن يعني نحس بيه، واهم يحصل له لوكاليزيشن لكن دوت هيروح للنان سبيسيفيك ثلاميك نيوكليار. النان سبيسيفيك ثلاميك نيوكليار هيخليك only perception بس مش هيحصل لوكاليزيشن، مش هتعرف تحدد مكانه فين. ده بالنسبه للسلوبين. عشان انا ليه بتكلم على السلوبين دلوقتي مهم جدا، اصل هو في المحاضره فاتت قسمها تبع كوتينيوس بين. لا انا عايز اوصل لك حاجه ان الكوتينيوس بين ايوه فعلا قسمناه قد يكون فاست قد يكون سلو، لكن اللي هنتكلم عنه النهارده الديب والفيسترا بين ده كله عباره عن سلوبين، فانا عايز اوصل ان هو هيكون اونلي بيرسبشن يعني مش هيحصل لوكاليزيشن، يبقى في الاخر يبقى ايه ديفيوز بين. احنا لما قسمنا البين على حسب الكورس قلنا قد يكون اكيوت كرونيك وانترميتنت، على حسب السايت قد يكون كوتينيوس ديب فيسترا، قسمناه حاجه ثاني عن طريق الكواليتي بتاعته. قلنا ان الفاست بين بيعمل بيحصل له لوكاليز بين فيبقى عباره عن احساس شكشكه، احساس وغز ستابنج، ممكن ستابنج ممكن يكون كذلك ستابنج او بريكنج شكشكه ستابنج. لكن الديفيوز بين بقى اللي هو حصل له بريسبشن اونلي هيبقى على طريق حاجه اسمها ممكن مثلا ثروبنج بين. ثروبنج اللي هو البين بيبقى مع كل ضربه من القلب يعني كل نبضه يعني ده بيبقى غالبا في بص، ممكن يكون مثلا بيرنينج احساس حرقان خصوصا الام مثلا الانجينا بيكتورس بيعمل احساس كده بيرنينج سنسيشن بيكتورس ترنال. قد يكون دال ايكينج يعني الم انت مثلا والله اتخبطت في لما صوت تخبط في العظمه في العظمه مثلا. انا عايز اكد النقطه ان هو السنسيتيف للبين مش البون، البيني اوستيوم هو السنسيتيف. فتلاقي كده احساس يقول لك والله انا احساس هو مش حرقان ولا شكشكه بس حاجه وجعاني، ده دال ايكينج. وقد يكون حاجه كوليكي لو حاجه بيسرى البين لو حاجه هولو ويسكس وحصل له سبازم بيبقى كوليكي بين. هنا ناس بتسيب السلامات في الكلام هيقف عند كده هو المفروض كده خلاص حصل له برسبشن، لكن هنا حصل له لوكاليزيشن معلش برضه حصل له اهم حاجه لا. انا طبعا برسبشن يعني الاهم هو طبعا حصل له لوكاليزيشن يبقى بالتبعيه اكيد يعني حصل له ايه برسبشن. ده هيروح طبعا شويه فايبرز ل اول سنترز اوف سيريبرال كورتكس عشان يحصل حاجه اسمها اروزال رياكشن خليك يا صاحي ومقريف و من الانكزايتي والالرتنس، فبالتالي تبقى دايما ايه انت واخد بالك ان الالم موجود مش عارف تنام. فده بشكل عام المقدمه. طب والله احنا جينا نتكلم عن بين قلنا البين ليه هاي ثريشولد عشان ده المقدمه طولت شويه بس ايه عشان والله لما ناخد ده ان شاء الله يعني هيكون المحاضره المسابقه الاساسيات دي المحاضره كلها تكون سهله، لان انا خدنا قبل كده الكوتينيوس بين فيبقى بس ما هي عباره عن مقارنات، فانا بثبت حاجات في الاول كده على اساس يعني ايه على اساس المحاضره تسهل علينا يعني.
احنا اتفقنا ان البين دي هاي ثريشولد، يعني معنى ايه؟ انت لو تعرضت لحراره بتحس بحراره او بروده بروده، لكن انت تبدا تحس بين لو درجه حراره اتفقنا عن المحاضره فاتت 45 او توصل 45 تبدا تحس بالبين، يبقى ده ليه هاي ثريشولد. واتفقنا ان اصلا ازاي بيحصل السيميوليشن في نيرف اندنجز بيصلحها حاجه اسمها بين بريديوسنج سبستنس. البين بريديوسنج سبستنس حاجه كتيره جدا، انا كنت حافظها كده اللي هو سبستنس بي، دي اهم واحده اللي هي النيوز فاكتور. لما قلت سبستنس بي يبقى الاس معاها السيروتونين، البي بقول بوتاسيوم، والاي تي بي برادكاينين، ليجو تراينز، البروستاجلاندينز، الهيستامين، كل الحاجات دي بتطلع. الميكانيزم بتاعه ازاي؟ لما حصل تشو دامج الحاجات دي بوتاسيوم والاي تي بي تبقى حاجات انترا سيلولار، لما حصل تشو دامج الحاجات دي بقت اكسترا سيلولار. كذلك عندك الوايت بلاد سيلز بتطلع هيستامين وليجو تراينز برادكاينين، والسبستنس بي تطلع من الخليه انها عباره عن بيبتايد بيتصنع في الخليه او في الليكوسايتس، تبدا تطلع في الاكسترا سيلولار فلويد فيبدا يعمل ديبولاريزيشن للريسبتور ويعمل اكشن بوتنشال يوصل للبين. ف البين ثريشولد ثابت عند الكل، يعني عندنا كل اي حد 45 يبدا يحس بحراره، بس الناس بتختلف في الرياكشن، وده اللي انا عايز ايه افكركم بيه. من المحاضره اللي فاتت كان في اربعه رياكشن للبين، كان في حاجه اسمها سوماتيك رياكشن، وده عشان هنقارن ما بين الانواع، وكان في حاجه اسمها الايموشنال، او قبل الايموشنال كانت حاجه بس ما انساش السوماتيك اوتونوميك. كان في الايموشنال كان في اخر حاجه اللي هو حاجه اسمها خدناها احنا هايبر انجيزيا، دي مهمه جدا لازم اراجع عليها، لازم اراجع عليها لان ريفيرد بين. طب انا لو انت مش فاكر هايبر انجيزيا تفتكر ازاي ريفيرد بين هايبر انجيزيا؟ انا كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هقارن بين انواع البين. احنا خدنا قبل كده في الكوتينيوس بين السوماتيك رياكشن، قلنا في السوماتيك رياكشن لو واحد سوماتيك الكوتينيوس بين ده عباره عن حاجه حد تشك حاجه في السكن، كان بيحصل حاجه اسمها اشد خط كده، كان بيحصل حاجه اسمها ريفلكس فليكشن ويذ درو، فليكشن ويذ درو يعني ايه؟ لما بتتشك تلاقي نفسك سحبت ايدك عشان تبعد نفسك عن الانجيريس ستيمولاي. كان بيحصل حاجه بقى هناخد النهارده في الديب بين وفي البيسرا بين، حاجه اسمها ريفلكس ايموبيلايزيشن. بمعنى لما تخبط حد حصل له مثلا بون فراكشر، هتلاقي ان لا حصل له كده كونتراكشن للمسل سواء فليكسور او اكستنسور. ليه؟ عشان تثبت العظمه المكسوره في مكانها عشان ما يحصلش منها فيردر تيشو دامج. انت اهم حاجه دلوقتي جسمك انا خلاص اتكسرت العظمه، بس انا مش عايز ان العظمه تعور نيرف، تعور ارتري، تعور المسل، فبالتالي بيحصل كونتراكشن للمسل على اساس ايه؟ على اساس تحميه. ده مثلا الديب بين، انا هقارن برضه بين الديب بين وهفهمك يعني ايه الديب بين والفيسرال بين والفرق بينهم. طيب في حاجه زي الفيسرال مثلا حصل لا قدر الله بيبتيك ألسر، والبيبتيك ألسر دي بقت بروفريتد، فبدا ال HCL ينتقل للبيروتونيوم، عمل بيروتونيوم ريتيشن. فانت في اللحظه دي جسمك مش عايز يزود السبريد بتاع ال HCL في البيروتونيوم، فيبدا يحصل ريفلكس موبلايزيشن، يبقى حاجه زي السبوره بيسموها حتى برود لايك ستيفنس يعني، او هفتكر عشان لفظ بس انا ايه التزم بلفظ المحاضره، برود لايك ريجيديتي او جاردنينج ريجيديتي، تبقى ثابته كده. حتى كاركترستك جدا للعيان اللي عنده مثلا التهاب في الزايده تلاقيه هو الالم بتاعه مش قادر يتكلم ومش قادر حتى احيانا ياخد نفسه، لان كل ما ياخد نفسه عضلات بتتحرك فالالم بيزيد، فهو تلاقيه حصل له ريفلكس موبلايزيشن. حتى قبل ما يحصل العمليه لازم يديله مع الجنرال انستيزي يديله مثلا لاكسنت عشان ايه يفك العضله يعرف يفتح ويعرف ايه يشتغل. فده كان ايه سوماتيك ريأكشن. اتفقنا ان كان في الكوتينيوس بين بيحصل ريفلكس فريكشن ودرول، لكن ده هنا حصل ريفلكس ايموبلايزيشن. فهمنا الاوتروميك كان حاجتين هتكلم عنهم سريعا، مش هكتبهم، كان سيمبا وكان بارا، وقسمناه قلنا لو كان والله مايلد تو مودريت بين كان هيديك سيمبا. سيمبا اللي هو يعني يزود الضغط لهارت ريت عالي، لو كان مايلد تو مودريت بين يعني مثلا حاجه زي ايه؟ فيسترال بين. انا وهنتكلم دلوقتي انا دلوقتي بديك بشكل عام ايه يعني الانواع، وهتكلم عن كل نوع بالتفصيل بقى. هيعمل مثلا ايه؟ شويه هتلاقي الهارت ريت عنده عالي شويه، الضغط بتاعه عالي. طب لو الم شديد يعني مثلا واحد ماشي جوه البيت وتلاقي صباعه صغير بالذات ده معروف خبط في الكنبه، تلاقيه بقى ايه؟ الم شديد جدا، فده احيانا شغل البارا، تلاقي ضغطه واطي شويه، هارت ريت قل، ممكن يحصل له فوميتنج، ممكن يحصل له يعني نوزيا، دي بسبب البارا ان هو
هيشغل شويه كوميونتي سنتر احنا خدناها في المحاضره اللي فاتت ان هو الكولاترز بتطلع كلها عباره عن كولاترز وهو في الباسوي اللي شرحته هو الفيرست اوردر نيورون طالع في هنا الفيرست اوردر نيورون عطى كولاترال الانتيرو هوم سيرفر شيت سيل راح شغل موتور سواء فليكشن والدرو والفيكس او الموبيلايزيشن كان هنا مثلا في البوتروميك هو طالع في السكند اوردر نيورون طالع في اللاتر سبانيو ثيرابيك تراكت هو طالع راح عطى كولاترال للمدلب لونجات المدلب لونجات جواها ايه جواها جواها الكارديك سنتر البازو موتور سنتر جواها الهوميديك سنتر فممكن يشتغل لو شغل والله شغل ناحيه يعني اكسلريشن هيعمل هيزود الضغط او الهارت ريت لو والله ناحيه الديبريسنت هيقل فكلها عباره عن كولاترز لو كنا نفتكر كان ده عباره عن كولاترز عباره عن كولاترز ده عباره عن كولاترز اللي هو طالع اللاترال برضه سبانيو ثيرابيك تراكت يدي لاترال يدي كولاترال يعني برانش يعني هو طبعا احنا متفقين ان مثلا دي خليه عصبيه عباره عن خليه عصبيه كده هي طالع منها الاكسون الاكسون مفيش حاجه اسمها خليه عصبيه الا اكسون واحد اي عم اكسون ماشي بس طالع منه كولاترز كده كولاترز هو معدي كده في السباينال لاترال سباينال ثيرابيك تراكت معطي ايه كولاترال نوع حاجه اسمها سنجلت جايرس خدناها المره اللي فاتت سنجلت ده عباره عن ايه السنتر اوف موشن فيخلي يا اما يعمل ايه لو والله كرون لو اكيوت بين الم شديد مره واحده هتلاقيه ممكن يبكي كراينج لكن لو مثلا الم مستمر والله قاعدين مثلا شهر تعبان بطنه وجعاه عنده مشكله مثلا اتخبط في ايده وما زال لسه فيه دامج فالالم كرونيك هتلاقيه عنده التهاب في المفاصل هتلاقيه حصل له ديبريشن اخر حاجه هيبقى اساسي خدنا منه نوعين ودي كانت مهمه جدا على اساس ده هنبني عليه النهارده حاجه اسمها ديفيرت بين انت اول ان شاء الله هتفهم يعني ربنا ييسر ان شاء الله يبقى كله جاي سهل يعني انا هحط اجيبها كله النهارده الهايبر اديزيا كان في نوعين في عندنا البرايمري وكان في سكندري وانا عشان بكتب عشان ما اضيعش وقت في الكتابه هشرحهم على السريع البرايمري هايبر اديزيا لما كان واحد مثلا يحصل له شي دامج في الكوتينيس وعلى فكره البرايمري ده بيحصل في الكوتينيس ليه؟ البرايمري في نفس المكان هو اصلا كان ايه هايبر اديزيا؟ هايبر اديزيا ان حته من السكن هو حصل شي دامج المفروض ان حته السكن اللي فيها شي دامج دي الحته نفسها مثلا القطع مثلا في السكن ده جواها بين لا احيانا الاقي الحته اللي حواليها اللي هي بقت ريدنس اللي حصل فيها ريدنس دي الاقي ايه لما ادوس عليها تلاقي العين تتالم فده هنا في هايبر اديزيا يعني زياده في الاحساس فده اسمه برايمري في نفس المكان لان هو انا هو حصل كوتينيوس بين بسبب ان حصل مثلا كوتينيوس كات او اي شيء ففي نفس المكان اللي جوه هلاقي ايه لما تدوس عليه بيوجع زياده احيانا الغريب بقى والبرايمري والسكند ده اللي هنهتم بيه النهارده في الديب والفيسترال اللي هو ايه هو مثلا حصل له يعني مثلا بين في عنده مثلا ليفر الارجمنت حاجه اسمها سبينو ما عنده سبينو ميجالي تدوس عليه مثلا تلاقيه اتالم طب هو ليه اتالم انا دوست عليه المفروض الناس دي مش مؤلمه بس هو حصل له هايبر اديزا في السكن فهو عباره عن هذا السكن الهايبر اديزا عباره عن ايه باثولوجيكال سكن كونديشن بيحصل فيها ان النون نوكشوس يعني حاجه غير ضاره ستيمولس نون نوكشوس اول ما طبقه على السكن الاقي حصل الم رغم انه المفروض ما مش الم فقلنا في البرايمري نوع البرايمري ان هو كان عباره عن ايه لما حصل يعني ايه الميكانيزم بتاعه لما حصل شيء دامج اتفقنا ان كان في حاجه اسمها بين برودوسنج سبستنس طلعت حصل لها ديفيوجن في اكسترا سيلولر فلويد فطبيعي مش بس الحته اللي فيها الم ما حصل له ديفيوجن الحته اللي جنبها فالحته اللي جنبها حصل فيها ايه لما حصل ديبولاريزيشن للريسبتور فبدا ايه بدا ان الريسبتور يحصل يعني يقرب من الفرق ليفل فلما المسه لمسه خفيفه هي المفروض مش ضاره هتلاقيها وجعته لان انا قربت الفرق ليفل وصلت الفرق ليفل شغلت البين ريسبتور ده كان احد الميكانيزمات وكان برضو في ميكانيزم ثاني بيقول لك ان هو ايه ان الاكسون كده وهو رايح لان هو طالع خلاص رايح عند ناحيه السنتر نيرف سيستم كان بيطلع منه كولاترال كده يقوم راجع تاني راجع يقوم راجع على ايه؟ راجع على حاجتين على البلاد فيسل يعمل فيها فازوليتيشن فيعمل فيها ايه؟ ريدنس وكان بيرجع كمان على ماست لايك سيلز بتطلع ليكو تراينز وبيبرودوس سبستنس ثاني اللي هي البروستاجلانز وحاجات زي كده وهيستامين فالحاجات دي تقوم عامله ايه؟ برضه تزود الاكزيتابيلتي وتقرب من الفرق ليفل فاول ما المسه في الحته اللي جنب على الحته اللي هي وجعاه الاقيها وجعته بزياده. طيب ده كان برايمري وده خدناه في كوتينيوس بين وما يهمناش برضه اول مره دي يهمني اكتر السكندري. السكندري بقى بيبقى ازاي؟ طبعا هنا على فكره زي ما قلت لك الاكزيتابيلتي بتزيد يعني البين فريشر بيقل بمعنى ايه؟ ان هو المفروض دي ما توجعنيش التاتش عشان يوجعك لازم يبقى يعني ضغطه قويه عشان تبدا تحس بالالم لكن دي المفروض ما توجعش فالثريشولد هنا بدا يقل هنا الاقي الثريشولد زاد طب تقول لي ازاي الثريشولد زاد ومع ذلك اول ما المسه على السكن في حته اصلا ما لهاش علاقه اتالم واحد عنده تكالسر اول ما تلمسه في الحته اللي هي في رايت ايدك فصه تلاقيه اتالم جدا يعني معروف كده اول ما يلمسها تلاقيها اتالم جدا فطب هو ليه ازاي الثريشولد بتاع البين زاد؟ هقول لك ليه دلوقتي افكرك برضه في مهاره تاني عشان ايه ما تبقاش فجاه ما تبقاش يعني ناسي وانا اشرح وانت ايه ما تبقاش واخد بالك قوي الاكسون وهو طالع اتفقنا ان في السي ان اس الاكسون مفيش حاجه اسمها اكسون رايح على سيل بودي ثانيه
لا لازم يبقى فيه الحاجه اسمها دايفرجنس وكونفرجنس. الدايفرجنس الكونفرجنس معلش الاول ان في اكتر من سيل بتطلع كلها ثلاث، يعني دي راحه دي ودي راحه دي واللي طلع مثلا راح كده، ده هنا اسمه كونفرج، ده اسمه ايه دايفرجنس، معلش ده اسمه دايفرجنس، ان اللي فيرست اوردر نيورون دي بتدي السكند عن طريق كذا كولاترال، فده حصل ايه، حصل دايفرجن للاكشن بوتنشال. وعن طريق بقى يبقى مش احيانا يكون دايركت واحيانا يكون عن طريق انتر نيورون، يعني في حاجه انتر نيورون صغير كده رايح، انتر نيورون صغير هنا رايح، حلو الكلام. وفي عندنا حاجه كونفرجنس ان ايه، دي زي دي دي مش بس جاي لها من 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 هنا، دي جاي لها كمان كولاترال من هنا رايح من فيها ليه برضو، فده عن طريق بيتجمع. اللي عايز اوصله ان عشان انا اقدر احدد مكان احصل يحصل لوكاليزيشن بين، عشان يحصل لوكاليزيشن بين عشان احس بين مكانه لازم يحصل حاجه اسمها لاترال انهيبيشن، او مش بس لاترال انهيبيشن، ممكن لاترال انهيبيشن وممكن حاجه اسمها بليشن اكتيف انهيبيشن. انا هفهمه دلوقتي ده الفيرست اوردر نور رايح يعمل ريلي على السكند اوردر نور عشان نوصله، ده مثلا الحته دي بتاعت السكن، ده هنا سكن، حلو الكلام. وهنا بسره معنى ايه، خلينا ناخد مثال مثلا الكارديك ماسك، الكارديك ماسك حصل فيها اسكيميا، الالم بيبقى الفرد ايه الليفت شولدر لحال البيز اوف ذا نيك للليفت ارم للمندبل. طب ازاي بقى ده السكن مثلا بتاع الحته اللي هي وجعاها، وهنا دي الكارديك ماسك، ده الهارت، ده هنا الهارت، الهارت ده هنا البثوي بتاع البين بتاعه، هو ماشي كده، هو ماشي، هو المفروض راح من بين البين المفروض يتحسن هنا، هو معطي ايه، معطي كولاترال، معطي كولاترال هنا، فيروح يعمل ايه، عمل سيميليشن للسكن الحته دي. طيب وهو ماشي كده المفروض هو بيعمل سيميليشن ليها على مدى مستوى مثلا اس جي ار عشان نبقى ايه واضح بس الكلام، مستوى اس جي ار. طبعا في عندنا ايه بعديها، في سكند اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون ده السكند، ده الفيرست، ده الثيرد، حلو الكلام. انا على مستوى الثيرد هنا انا عايز احس بالالم الحته دي، فهو طبعا احنا متفقين في دايما كولاترالز، هنا اعمل حاجه اسمها لو تفتكر البريسنات انهيبيشن، بعد البريسنات انهيبيشن يعني ايه، هيبقى فيه هنا انتر نيورون بيبقى انهيبيتوري، بيعمل انهيبيشن، بيعمل انهيبيشن عشان ايه، عشان البين لما يطلع احس بيه من ناحيه واحده. فعشان كده كاتب لك المحاضره فاتت ان لاترال انهيبيشن على الكور، على مستوى الكورتيكال، على مستوى الكورتيكال نيورون عشان اقدر احدد البين مكانه فين بالظبط. لما حصل لاترال انهيبيشن الثريشولد زاد، انا كده محتاج انا هنا اطلع جابا او انكفالين عشان اقلل ايه، اقلل الاحساس بين هنا لان انا هو جاي من هنا. فطب انا كده الثريشولد زاد ازاي بقى بيحصل، هو نفس الفكره ان هو رايح من هنا على مستوى الفيرست اوردر نيورون عطى كولاترال، ده مش انهيبيتوري، ده اكزيتاتوري، ده بيعمل ستيميليشن. ففي نفس الوقت وما طبعا هنا في بين شديد في الكارديك وصل، فهو نعم زي ما الثريشولد زاد بس حصل عمليه ستيميليشن، 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 فده بيقربه لناحيه ايه؟ لناحيه الفارج ليفل، او يوصل الفارج ليفل بس بيعمل بوتنشال، فيبدا الالم بدل ما يمشي هنا بس يمشي هنا ويمشي هنا. فبالتالي السي ان اس وصل له معلومه، انا وصل لي الم من السكن ومن الكارديك وصل، بس الكارديك البرين مش متعود انه يجي له بين من الكارديك وصل، فيعمل حاجه بالاسقاط يقول لك اه يبقى الالم جاي من السكن. فهو احيانا يجي يقول لك واحد كان عنده حاسس حشو حرقان بس، ويبقى عنده اسكيميا وهو مش حاسس لانه مفكر ان هو اسكيم بس وجعه، يقول لك يمكن اتخبطت، يمكن عندي الاسوفيجاس مثلا عنده حموضه ولا حاجه، فهو مفكر ايه، بيبقى مفكر ان الالم مش بسبب الكارديك مصر، بسبب الاسكيم. فانا بس ايه حبيت افكر الحاجات دي عشان ما اجي اتكلم عن الفيرد بين، انا هتكلم كل كلام ان شاء الله يكون محاضره. تعال نتكلم عن ايه بقى، انواع البين اللي هو ذكرها. انا طبعا هو بدا بالايه، بالسوبرا سباينال والسباينال والكنترول بتاع البين، وده انا بالنسبه لي غلط لان انا شايف ان هو ايه، ان هو يعني انا لازم اتكلم عن حاجه انواع البين عشان اعرف ازاي اعمل لها كنترول. انا كده خلاص احنا كده خدنا كل اساسات المحاضره، وبالتالي الباقي كله ايه سهل، الباقي كله ان شاء الله سهل. اللي سميته اللي هو لما حصل يعني كونفرجن على المستوى، يعني انا كنت راسم فيرست اوردر بتاعت الكارديك ماسل بتاعت السكن، لما يروح لها كده وبيقربها في فارق ليفل احنا سميناها اللي هو كونفرجن فاسيليتيشن. بمعنى ايه؟ اللي هو لما بيقرب، كان موجود في المحاضره اللي فاتت، لما حصل كونفرجن وحصل هنا ليميتد اكشن بوتنشال، زي ما راحت زي ما مشيت هنا وكملت، هي راحت هنا كذلك بعدين وصلت لهنا، حصل سيميليشن كتير. اي نعم هنا كان في لاتر انهيبيشن، لا كان في لاتر هنا على مستوى السكند، يعني دي كانت اورد، دي فيرست ودي كانت سكند، كان في هنا لاتر انهيبيشن، كان في لاتر انهيبيشن زود الثريشولد، بس هنا في يعني ستيمولس كتير فوصلك في بيئة. بعدين على قد هنا الثريشولد كان عالي، يعني كنت محتاج ستيمولايز اكتر، بس هنا كان في رابد ريبيت ستيمولاي، فكان عباره عن لو تفتكروا التيبر سميشن رابد ريبيت ستيمولايشن، فاقدر يوصلني على قد ما الثريشولد عالي يقدر يوصلني فرق ليفل، وبالتالي اقدر احسه هنا البين يوصل هنا، بس البين يوصل هنا، بس السي ان اس مش متعود ان البين يوصل له من الكارديك ماسل، مش متعود، لا في يوم ايه يقول لك الاسقاط، يقول لك ايه البين جاي من هنا يسقط، هو بيقول لك انا متعود البين عمره ما بيجي لي من كارديك ماسل، بيجي لي ممكن سكن عادي، فيقول لك لا خلاص انا ايه يبقى البين هنا، فيبقى ايه ده فكره الفيرد بين بشكل سريع. الباقي كله ان شاء الله مش هطول معانا لان احنا ايه
اوريدي خدنا كده كل الاساسيات في المحاضره اللي احنا نقدر نفهم منها كل الكلام الجاي. وانا هقرا ايه يعني احب ان انا اقرا الكلام يعني ان شاء الله المحاضره. بس انا اول حاجه ايه اخلص انواع يعني ادي كذا ساعه عن كل انواع البين عشان يبقى الموضوع واضح. اول حاجه لو ذكروا الديب بين. الديب بين ده عباره عن ايه؟ عباره عن بين بروديوسد بسبب انجري حصلت في ديب ستراكشر. ايه ديب ستراكشر؟ الديب بين اول مره دي نفتكر حتى ثلاث حاجات والله ممكن يكون بون واتفقنا ان هو مش بون هو المفروض بيري اوستيوم. بيري اوستيوم هو الضهر. ممكن يكون مصل وده هو اتكلم يعني افراد نوع خاص اسمه المصل بين افراد نوع خاص. وفي بقى تندون ليجامنت ده تالت حاجه نفتكرها. طيب الكاركترز بتاعته تبقى ايه؟ اتفقنا ان هو ده عباره عن سلو بين يعني هيبقى الالم عباره عن ايه؟ هيبقى ممكن بس نكتبها ليجامنت ليجامنت تندون عشان بس نتفق هو هيبقى ايه؟ الاول حاجه ده عباره عن سلو بين سلوبي احنا قلنا الباس بين بس مش موجود غير في الكوتين سلو فبالتالي هيكون ديفيوز مش هيبقى ويلوكلايزد ديفيوز بين هيبقى كذلك ممكن يبقى فيه اتكلمنا احنا اتكلمنا عن الاكشن بتاعتها هيبقى ممكن معاه ريفلكس امبولايزيشن لو حصل مثلا بون فراكشر هيبقى ممكن معاه في السوماتيك ريأكشن هيبقى معاه ريفلكس مثلا امبولايزيشن هيبقى معاه في الاتوميك والله ده الم شديد بتاع البون ده فبيبقى معاه يعني خلينا نكتب مره حاجه بنسال سوماتيك يبقى معاه مثلا ريفلكس امبولايزيشن immobilization بيبقى معاه بالنسبه للاتوميك الاكشن بيبقى معاه بار يعني هتلاقي عنده ضغط واطي هارت ريت ممكن بيرجع ما هو حصل لان انا شديد جدا هيبقى معاه في ممكن مثلا بيبكي كراين لانه انا شديد جدا. بالنسبه لاهم حاجه الهايبرالجيزيا اللي اتكلمنا عنه يبقى معاه سكندري سكندري هايبرالجيزيا. بس هو كانت في المحاضره حاجه هايبرالجيزيا كانت المحاضره ان هو بيبي ده كلام صح ان هو فعلا لما يحصل مثلا كسر او خبطه في المفصل انت بتبقى حاسس الالم في المفصل نفسه مش دايما بيبقى حاسس بالسكن وان كانت احيانا السكن تلاقيه هو اتالم يبقى بيحصل فقال لك ميجي ده اهم حاجه. طيب بعد ده كله ذكر امثله عليه عنها في المحاضره قال لك والله بالنسبه لي من ضمن الاسئله اللي ذكرها ايه هو ايه سبب اصلا الالم في في مثلا البون انها مثلا ممكن فراكشر ممكن انفلاميشن ممكن تروما كذلك قلنا برضه ما ننساش الجوينتس والله الجوينت برضه حصل جوه انفلاميشن حصل جوه تروما الليجامنت بس قطع المصل مثلا المصل بقى هو افرادها كده في نهايه المحاضره كان عنها بشكل تفصيلي قال لك ايه سبب الالم بقى قال لك والله ممكن اسكيميك ممكن بسبب ديو تو اسكيميا اسكيميك بين وقال لك غير الاسكيميا يعني ذكر عنها قسمها حاجتين بقى كان عن كارديك مصل لوحدها والاسكيلت مصل لوحدها خلينا نتكلم على حاجه الاسكيلت مصل الاسكيلت مصل لما يحصل فيها اسكيميا هيحصل ايه؟ هيحصل مثلا ديو تو سبازم حصل جواز سبازم حشد عضله او شيء الاسكيميا دي بتقلل البلاد سبلاي اللي رايح للعضله فيبدا ايه اللي يتجمع الميتابولايتس الميتابولايتس اللي ضمنها ايه البين برودوسنج سبستنس لما بتزيد بتعمل ديبولاريزيشن للريسبتور الريسبتور لما يحصل له ديبولاريزيشن بيوصل لفارج ليفل يعمل اكشن بوتنشن يعمل بين فهو البين بقى عشان كده لما جه ذكره قال لك دي تايب اوف ديب بين فيلت ان مصل ليه امتى بيحصل لما بيقل البلاد فلو البلاد سبلاي. طيب بعدين هحكي عن كارديك ماسل الاسكيميا وقال لك كارديك ماسل الاسكيميا اسمها انجينا فيكتوريس وبتبقى برضه ديو تو ايه برضه قال البلاد فلو اللي رايح القلب ديو تو ناروينج بسبب اثر سكلروزس للكورونري بلاد فيسلز. طبعا صفاته بقى احنا متفقين هو قد يحصل فيه اللي هو سكند هايبر ديزيز اللي هو هي هياها الريفيرد بين الريفيرد بين هو الريفيرد بين سكند هايبر ديزيز يعني مثلا كارديك ماسل حصل في الم ممكن يبقى ريفيرد ريتروسبينال ناحيه الليفت شولدر ناحيه البيزو اوف ذا نيك المانديبل دي كلها حاجات ايه من الكاركترستيك بتاعته ممكن الاقيها بيقول لك والله ده بيزيد بيزيد اكتر بالاكزيشن يعني لما بيعمل مجهود بيقل بس بيستفيد باي اكزيشن والله بيقل مثلا ليفت باي ريست ما بيزيدش لما اعمل كومبريشن لما اضغط عليه كده اقول له الالم زاد هو المفروض لو عيان صادق يعني يقول لك لا انا الالم ما زال موجود عباره عن بيرنينج سنسيشن قلت لك ديفيوز هو ديفيوز ممكن ضل ايكينج بس هو بتاع الكارديك مصر بيبقى بيرنينج سنسيشن. طيب ده اول حاجه بالنسبه لايه؟ للالم بتاع الكارديك مصر. طب والله انت بس كده مصر هات لي مثال عليها حاجتين حصل مصر سبازم ديو تو تيتاني لسه واخدين تيتاني جوه الاندوكراين التيتاني ده عباره عن ايه؟ ان زاد اسف قل كميه الكالسيوم في الجسم لما قل كميه الكالسيوم في الجسم الكالسيوم ده عباره عن بواب بيقف كده على الصوديوم شانلز فبيمنع الصوديوم يعني الصوديوم هنا موجود بره عايز يدخل يعمل ديبولاريزيشن هنا ده واقف هنا يقول له معلش انا موجب اثنين ان هو تعرف عدد الاكس بتاعه موجب اثنين يمنعه انه يدخل بالتنافر فبالتالي
انا اسف، هو هو المفروض ده البوابه، لما يقل الكالسيوم في الجسم ما عادش فيه بوابين، فيبدا ايه؟ يبدا الصوديوم يدخل بكثره، لما يخش بكثره يعمل ايه؟ مثلا سبازم او حصل شد عضلي، دي كلها حاجات لما بتحصل بيحصل ايه؟ السبازم ده بيخلي البلاد فلو يقل، لما البلاد فلو يقل يحصل الميتابوليت بتزيد، الميتابوليت اللي هي بين بروديوس سبستنس، لما بتزيد بيحصل ايه؟ البين. طيب مثال تاني عليها برضو بالنسبه للمصل السكيلتال مصل بين، حاجه اسمها انترميتنت كولوكيشن. الانترميتنت كولوكيشن ده عباره عن ايه؟ بيسموه العرج اللي بيجي على ايه؟ هيئه ايه؟ والله انت واحد مش طبيعي، بقى فجاه هو مش طبيعي، لما بيزيد شويه يلاقي نفسه ايه؟ الم شديد جدا يخليه لازم يقف، لازم يقف. ليه بقى؟ بيبقى فيه ديو تو سموكينج، حاجه اسمها او انفلاميشن في البلاد فيسل، حاجه اسمها برجرز ديزيز. بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه ناروينج للارتريول اللي راح يغذي اللور ليمب. فلما هو بيحصل له دي بيحصل نفس الفكره بتاعت الكارديك ماسل، بيزيد عدد، بيزيد الميتابولايت، بيزيد البيبروديوس سبستنس، سواء في اسف في السكيت ماسل في حاله السبازم مثلا بيزيد برضه الميتابولايت، ما بيعرفش يعملها ووشنج، فبالتالي لازم يقف. هتلاقي ايرج، هتلاقي وقت في المحاضره ايرج، يعني خليه لازم يقف، يقف يعني يرتاح شويه، بعد ما يرتاح شويه يقف، يعني يقف يعني يرتاح، لازم ما يقدرش يكمل ماشي، يقعد يرتاح شويه، البلد يزيد شويه يعمل ووشنج للميتابولايتس، يبدا الالم يخف. طيب بالنسبه للميكانيزم بتاعها، والله هو كتب الميكانيزم بتاع في المحاضره، زي ما قلت البلد فلو لما بيقل بيحصل اكيوميشن للميتابولايتس والبين برودوس سبستنس، من ضمنها البوتاسيوم الاهم السبستنس بي، واللاكتيك اسيد اللي بيزود البين ريسبتور الاستيميليت بيعمل ستيميليشن ويحصل بين سنسيشن، والله لما يقعد يرتاح البلد فلو يزيد يعمل ووشنج للميتابولايتس يقل البين سنسيشن. طيب ده احنا كده خلصنا يعتبر اول نوع من البين. انا ثبتت عندك شويه حاجات معينه اللي هي السوماتيك اكشن، ولا السوماتيك اكشن يحصل ايه؟ هيحصل له ريفلكس موبيلايزيشن، والله عظمه اتكسرت تلاقي ايه؟ العظمه حصل لها كونتراكشن عشان اثبت العظمه في مكانها. الاتروميك اكشن هيحصل له بره، لو والله بالنسبه للهايبر ديزيز او ميبي فيلد تو اذر اريا، اتفقنا على الكارديك ماسل. طيب احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا اول نوع من البين اللي هو الدي بي. هو لما نثبت الاساسيات في الاول ان شاء الله يعني هيبقى الموضوع اسهل. انا عارف ان هو معلش اول مره اشرح، يعني ممكن بدات كتير شويه بس غصب عني، يعني سامحوني لو ان شاء الله مره ثانيه يبقى افضل. يعني النوع الثاني من بي اللي هو البيسترال بي، اتفقنا كلهم ده عباره عن سلو بي، عباره عن سلو بي، نفس ال خدنا شويه دي بين، لان هو الفاست بين مش موجود بس غير في حالات الكوتينيوس بين، عشان لما بيحصل او ما يحصل بين تعرف تعمل فليكشن ودرول، تبعد عن ايه؟ عن الانجوريوس ستيمولاي. طيب غير ان هو سلو بين، والله برضه ما هو سلو بين يبقى ايه؟ مش ما اقدرش اعمل لوكاليزيشن، انا بيروح على الايه؟ انا سبيسيفيك ثيرمال نوكلاي بس يحصل له بيرسبشن، فيبقى ايه؟ ديفيوز بين، ديفيوز. اتفقنا هناك غير انه كان ديفيوز، قلنا هناك ان بيبقى دات ايكينج او بيبقى بيلنج لو كان في كارديك ماسل، هنا يبقى ايه؟ هيبقى كده دات ايكينج. هيقول لك والله انا مثلا لو عنده مثلا مشكله مثلا في اي حاجه في الاحشاء بتاعته من جوه، ليبر او سبلين او اي، او مثلا بطنه او الكون او اي حاجه، هو بيبقى الم انا مش عارف احدده ايه، هو مش حرقان ومش عباره عن ستابينج ولا ستيتشنج بين، لا انا حاسس ان هو الم غريب، ده دات ايكينج. قد يكون غير دات ايكينج، قد يكون كوليكي، لان طبعا ده بيسترا، البيسترا لو هي حاجه مثلا زي الانتستين حصل فيها سبازم هتعمل كوليكي اللي هو المغص يعني، فاقول لك والله قد يكون كوليكي بين، كوليكي بين، فقد يكون ده يكون كوليكي. طيب فاكر الاكشن اللي خدناها الاربع اكشن، السوماتيك اكشن والاوتوميك والايموشنال والهايبر اديزيا، هنتكلم عن اربعه. بالنسبه للسوماتيك اكشن ايه اللي والله ممكن يحصل؟ غالبا الكلام ده كان قلت لك مثلا لو عنده ابندسايتس وبدات يعمل ايريتيشن للبروتينيوم هبدا يحس بالم، هيبدا يحصل لازم نفس الفكره يحصل له فيكس موبيلايزيشن، تنقبض كل عضلات بطنه وتعمل البرود لايك ريجيلتي عشان ايه؟ تمنع ان الريتيشن ده يزيد، فثبت كده الدنيا وتلاقيه هو ايه؟ مش عارف حد يتكلم. ده اول ايه؟ ده اول اكشن بيحصل له ايه؟ ريفلكس موبيلايزيشن. طيب تاني حاجه يحصل له بنزل اوتوميك، والله ده الم مايلد مودريت، واحد مغص وحياته تبقى حياته يعني مايلد مودريت، فبيبقى غالبا معاه ايه؟ قد يكون بار، قد يكون سيمبا، فمش هو ما ذكرش في المحاضره عشان اتاكد بس، قال لك والله قد يكون سيمبا او بار على حسب اكوردنج تو ذا ايه؟ الديجري اوف بين. اتفقنا لو 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 ما انا خفيف شغل السيمبا، لا غلط عن غيري، لو انا شديد جدا شغل بار ممكن يعمل حتى كارديك اريست، اتفقنا ان اصلا احيانا لما الواحد يلعب جنب الفيجاس او يحصل الم شديد جدا بيبقى الم شديد جدا بيعمل كارديك اريست لانه شغل بار. طيب غير كده ده بالنسبه يبقى قد يكون بالنسبه للاوتومي ممكن سيمبا اور بارا، هناك اتفقنا ان كان في الديب بين انا ده غير بشكل بارا. ايموشنال
قد يكون طبعا غالبا هو بيبقى كروني بين يعني الالم بتاعتي دي بتبقى كروني، فممكن ايه يبقى معاها ايه هو ذكرش او مهره، بس قد يكون معاها كراينج او ديبريشن لو كان اكيوت يبقى كراينج، لو كان كرونيك يبقى ديبريشن. اخر حاجه الهايبر الجيزيا معاه الكتاب الكتاب كده معاه كوتينيس، معاه كوتينيس او كوتينيس هايبر الجيزيا، هايبر الجيزيا ليه بقى؟ لان هو الكوتينيس هي السكند بقول في البين، وده حاجه معروفه لما يبقى مثلا عنده انسايتس بيبقى غالبا في البين للامبليكس، وهو ذكر امثله في المحاضره عن ايه عن الحاجات. بس هنا في شويه بس تعليقين بسيطين على الايه على بسر البين. قال لك اول حاجه هو ايه سبب البين؟ احيانا سبب البين يكون والله اسكيميا زي حالات مثلا ايه الانتستين حصل فيها سبازم نفسها نفس يعني عباره عن هي نفس المصل بس دي سموز الثانيه كانت سكيلتال، لما حصل فيها سبازم يبدا يقل البلاد فلو ونفس القصه بتحصل. قد يكون اوفر ديستنشن مثلا اللي هو بالنسبه لليونر بلاتر لما يحصل لها ديستنشن كبير جدا برضه بيقل البلاد فلو، لان الديستنشن بيخلي يعمل كونجستشن للبلاد فيسل، فبالتالي البلاد فلو بيقل وبيحصل بين. قد يكون غير سبازم، قد يكون والله ثرومبوزز جت حصل جت ترومبوس ترومبوس قفلت قفلت ميزنتريك ارتري ولا حاجه من البرشات بتاعته فحصل اسكيميا جزء معين في الجي اي تي ده بيعمل بين. يبقى غير احنا قد يكون اسكيميا ديو تو سبازم اور ثرومبوزس اور اوفر ديستنشن. قد يكون انفلاميشن والله عنده انفلاميشن في الابندكس، انفلاميشن في الكولون، ده كل حاجات تعمل ايه كل حاجات دي تعمل ايه تعمل بين. ايه قد يكون سبب برضه بيسر بين؟ قد يكون اريتيشن، قلنا مثلا كيميكالز ودي تبقى كيميكال يعني كيميكال والله بيبتك اثر حصلها بالبرفوريشن فكبت الاتش سي ال اللي هو كيميكال في البروتينيوم حصل اريتيشن للبروتينيوم. غير كده والله بنكرياتايتس، بنكرياتايتس لما بيحصل بنكرياتايتس البنكرياتيك سكريشن احيانا بتروح للبروتينيوم لانه هو بياكل نفسه، لانه هو اصلا بيبقى حاجه بتبقى بروتينيوتيك انزيم بتهضم البروتين فممكن يهضم نفسه ويكب السكريشن بتاعته في البروتينيوم فيحصل كده. ودي الحاجات اللي ذكرها جوه المحاضره. طيب ذكر حاجه بس ان ايه احنا اتفقنا البفويت بان عليه اللي هو في فيرست اوردر نيورون ماشي رايح للسكند اوردر رايح لغايه السباين كورد، يروح للاس جي ار اللي هو السكند اوردر نيورون، يطلع لغايه البي ال بي ان تي وثيرد اوردر نيورون لغايه نوصل لغايه الايه السيريبرال كورتكس. طيب بس هنا في حاجه بيسرا بين، المشكله ان البسرا يعني البسرا غالبا اصلا ما فيش غير ريسبتور للبين يعني ما فيش اي مثلا ريسبتور للتاتش، بعضها كده في ريسبتور للتاتش للوضعيه الاورجان بس ده قليل جدا يعني غالبا في البسرا جوه اونلي فقط اونلي بين ريسبتورز، وقد يكون جواها يعني ايه قد يكون جواها بروبيو ريسبتورز شويه ثيرمو ريسبتورز يحس بحراره او شيء، لكن غالبا يعني ايه بتبقى جواها بس بين ريسبتور. اتفقنا في حاجتين ما فهمش بين ريسبتور يعني بيكون انسيستم للبين اللي هو الليفر برينكما واللانج الفيولاي. فممكن واحد يسالني طب هو ليه ليه مثلا الليفر هيبقى فيه بين بسبب الكبسول بتاعته مش البارينكيما بتاعته الالفيولاي؟ لا مش الالفيولاي، ممكن يكون الالم في البلورا اللي حوالين اللانج كلها. طيب بس هو ذكر هنا حاجه ان الافلنت بيبقى طالع مع مين؟ الافلنت قد يكون طالع مع سيمباثيتك فايبرز او بارا سيمباثيتك فايبرز او سوماتيك فايبرز. بمعنى دلوقتي خلينا نتكلم مثلا عن ايه سمول انتستين، سمول انتستين او لارج، خلينا نتكلم عن لارج انتستين. لارج انتستين جاي لها سيمبا يعني لارج انتستين لارج انتستين جاي لها سيمبا وبارا، سيمبا عشان يوقفها يعني يمنع الهضم يعني، وورا عشان يشغل الهضم ويحفز الام تي والحاجات دي. السيمباثيتك فايبرز والبارا سيمباثيتك فايبرز وهي رايحه وهي جايه بيطلع معاها الايه السنسوري، فبالتالي هلاقي العصب ما انت ما تفكرش العصب ان هو يا اما بيور سنسوري يا اما بيور موتور، وانت فين ان الاوتوميك او البارا ده عباره عن انفولنتري موتور، لا هو رايح يعني خلينا نتفق دي مثلا ايه الترانسفيرس كولون هو رايح مثلا بيغذيه سيمبا وراح يغذيه ورا السنسوري يعني ده بيبقى ايه رايح قافل بيبقى افلنت رايح بيطلع معاه ايه العصب بيطلع معاه قافلنت كده رايح ايه رايح يرجع عشان يودي الافلنت للباثوي بتاعه الطبيعي يعني راح السبينال كورد يطلع فيو سيجمنت لفوق اللي هو السور تراكت هيروح على الاس جي ار هيعمل كروسنج وهيبقى اللاترال سبينال سيناميك تراكت هيطلع كسكند اوردر نيورون ويوصل لغايه الايه البي ان بي ان تي او لا معلش الاسكان دي بين هيروح لغايه النان سبيسيفيك سيناميك نيوكليوي عشان يحصل له فقط برسبشن. فهو ده ضافها فذكر ده كان مثال في المحاضره قال لك ان الباثوي بتاع البيسرال بين نفسه بالظبط نفس السلوبين اللي اتفقنا عليه اللي هو سي فايبرز ونفس الباثوي بس الافلنت فايبرز ران ويز اما سيمباثيتك فايبرز السيمباثيتك او ممكن يكون غالبا ده بيبقى في السيمبا انت متفقين احنا السيمبا دي عباره عن ثراك لمبر يبقى في ثراسك الثراسك اورجانز وبعض الابدومينال اورجانز البارا سيمباثيتك تبقى غالبا في البلفيك اورجانز
ذكر منها امثله يعني جروس فرينجر والفريق والفيجاس بيجيب من الفاريكس والتراكيه والابر اسوفيجاس. ابر اسوفيجاس ركز عليه عشان اللور اسوفيجاس حاجه ثانيه خالص. البلفيك البلفيك نير بيجيب من احنا اتفقنا الابدومينال والثراسيك مع الفيجاس، لكن بعض الديستال الديستال بورشن بتاع الكولون وبتاع اليوريناري تراكت نفس اليوريناري بلادر واليوريثرا والابر فاجينا واليوترس دي كلها حاجات تبقى ايه تحت في يعني في البلفيك وبعضها حاجات في الابدومين من تحت، فدي بتطلع مع البلفيك ايه مع البلفيك نيرف. في حاجات بتمشي مع سوماتيك نيرفز نفس الالم الدفران مثلا واللي هو الاسوفجاس ده بتبقى حاجه سوماتيك، يبقى قد يكون سيب عباره قد يكون حاجه زي الدفران، الدفران وصل له الدفران ده الحاجز وصل له الفينيك نيرف عشان يغذيه موتور في نفس الوقت. طب انت راح تغذيه موتور، طب ما تبقاش في نفس النيرف كده وادي معاك الايه السنسور فايبرز دي وادي البين. يبقى الثاني هو ده الفرق الوحيد اللي هو ده جوه المحاضره، واتفقنا على الكوز بتاعته قد يكون اسكيميا ديو تو سبب الفيسترال بين حصل من الاورجان ده اسكيميا ثرومبس مثلا او سبازم اتفقنا مثلا في الانتستين او اوفر ديستنشن نفس اليورينال بلادر اتفقنا. ممكن قد يكون انفلاميشن حصل انفلاميشن، قد يكون حصل ايه حصل ريتيشن للبروتينيال بالكيميكال ستيمولاي. احنا كده خلاص ثاني نوع من البي بقى لنا بس اخر حاجه اللي هو ايه دي كلها اتفقنا. انا اقول ان احنا هنا بنشغل بين بنشغل اللي هو الترينر اندنج بشغلها بالبين بروديوسنج سبستنس. النوع الاخير بقى اللي اتفقنا عليه لما جينا شرحنا انواع البين في الاول اتفقنا ان حاجه اسمها نيوروباثيك بين. نيوروباثيك بين ملوش علاقه بالريسبتور ملوش علاقه بالريسبتور، ده بيبقى الالم هنتفقنا هنا في الترينر اندنج في الاول والله حصل لها نوسيسبشن يعني بدات عاملها ستيميليشن ده لو بيسموه نوسيسبشن وقدرت توصل للفايرنج ليفل. هو النوسيسبشن ده بيبقى حاجه انكونشس يعني انت مش اي حراره هتوجعك في الاول بيبقى ايوه عمال اقرب للفايرنج ليفل وصلت عند 45 هنا وصلت للفايرنج ليفل ابدا احس بالالم، لكن النوسيسبشن عمليه انكونشس والله حصل اكشن بوتنشال خلاص وانا ايه عرفت اودي بين. المشكله بقى في النيوروباثيك بين انا راح الدي ار جي والدي ار جي طبعا بيطلع عليه السباينال كورد. السباينال كورد متفقين ان هو عباره عن البوستيرو هورن والانتيرو هورن وكذا طبعا السنسوري مور. المشكله هنا بيبقى مش في ريسبتور يعني مش حاجه والله حصل بين بروديوسنج سبستنس عملت بيبقى ايه مش حاجه عملت حاجه شغاله في ريسبتور، ده بيبقى دامج ولا حصل دامج قطر مثلا اي قطر في اكزون اي ليجن في السي ان اس بيبدا بالريتيشن يعني بيبدا بالريتيشن يعني هو لا حصل قطر يبدا بشكل مجنون يبعت اكشن فيش كتير، فهو بالتالي انا عمال اعمل ايه ده انا وصل لي ان انا بيوصل اكشن مش كتير ده في الم يعني مثلا واحد قدر الله حصل له بتر في وفي بتر في الطرف وفي عندنا تطبيق هنتكلم عنه دلوقتي اللي هو الفانتوم ليمب خدناه قبل كده في محاضره ثانيه اتوقع بس هو ايه ذكره لنا مره ثانيه. هنا حصل ايه حصل اريتيشن لان حصل قطع بعدين طبعا بيتين ايه بيتين ده بيبوظ فالم بعدين بيوقف الم بعدين بيوقف. طيب مش شرط يبقى ايه مش شرط يبقى والله فكره ايه فكره حصل قطع مثلا قد يكون حاجه عملت كومبريشن حاجه ضغط عليه فيبدا نفس في الساتيك على النسا بيحصل له اللي هو الديسك لما بيرابشر بيضغط على الساتيك نيرف فبالتالي هو بيبقى حاسس بين رهيب جدا. ليه هو في ريسبتور شغال مثلا تعور في رجله فهو حاسس بين يقول لك حتى بين بيبقى احيانا وصل لغايه الهيد فهو لا بسبب ان الكورس بتاع الفايبر هو اللي حصل جوه مشكله مش بس كومبريشن او مثلا قطع كات قد يكون مثلا باثولوجيكال تشينج يا اخي هو عنده ميوتيشن او حاجه معينه في تركيب الاكزون بيخليه بشكل غريب سبونتينيوسلي من غير اي سبب او احيانا مثلا واحد لمسه خد فاكر التراجمنا النيورولوجيا هو بس جه شويه هو على وشه وهو راكب العربيه او لمس وشه كده يبدا الم شديد جدا ده هو ده النيوباثيك بين هو ده النيوباثيك بين اللي هو بس حاله بسيطه المفروض ما يتكلموش هو عنده مشكله في الكورس بتاع بين فبالتالي يحصل له ايه يحصل له بين. فلما جه ذكر وقال لك ان هو بين بروديوس ديو تو دامج تو يعني دامج للفايبر اور باثولوجيكال تشينج اوف نيرف فايبر في البي ان اس او على مستوى السي ان اس يعني قد يكون على مستوى السي ان اس اللي هو ايه لاترال مثلا سبينال ثيرابيك تراكت. طبعا ايه خواصه بقى؟ احنا متفقين ان كان اي بين كنا ناخده ايه خواص؟ والله طب ده سلو بين ولا فاست بين؟ لا ده نيورولوجيكال بين ده حاجه ثانيه خالص. ايوه الالم بتاعه كاتب لي محاضره اكسكروشيتنج يعني الم لا يطاق هيبقى عباره عن شوتنج بين كانك تضربه برصاص بيبقى عباره عن سيفير بيرنينج بين الكتريكال يقول لك انا حاسس ان في حاجه بتكهرب بتاع اللسات كده اللي هو النسا يقول لك حاسس بكهرباء في رجلي كهرباء كانه بيتكهرب الم شديد جدا. قال لك اسوشيتد ويذ سجن هايبرالجيزيا اند باراستيزيا يعني هو مع الم ده يقول لك والله حاسس رجلي مدمنه ويقول لك انا حاسس الم تحت هو مفيش اول لا العيب كلها ان في ديسك برابشر عنده في ظهره عامل له الم في رجليه
شوف ده ده عباره عن ايه، لان طبعا زي ما اتفقنا الاول السينس هو طبعا اتفقنا ده كيلس كودر نيورون. والله ده الفرينير اندنج انا اتفقت معاك ان هو مش قادر يشتغل، ده هنا حصل مشكله مثلا هنا قبل ما يدخل الدي ار جي وقبل ما يطلع على السباينال كورد ويطلع في اللاترال سباينال تراك قبل القصه دي كلها حصل مشكله. البرين انا وصل لي الم قلق وصل لي هنا اكشن بوتنشال، البرين وصل له اكشن بوتنشال فيقول لك ايه؟ يقول لك انا متعود ان السكه دي الدماغ ومعلمها السكه دي بنجيب الم هنا، فتلاقي هو لك ايه؟ يقول لك اه يبقى الم هنا، هو حرفيا مفيش اي مفيش اي تعويره هنا، مفيش اي انجري هنا، بس هو ايه؟ بالاسقاط يعني يقول لك الالم هنا. وده اللي خدناه اللي هو اسمه سكند الم الجيزي، ان هو متعود الالم بيجي له من السيبتور مش بيجي له من السكه، هو اي نعم السكه امانه تجيب له. يعني انا مثلا ايه؟ متعود ان زميلي بيجيب لي حاجه من الطريق الفلاني، انا والله الحاجه لقيت الحاجه دي موجوده، يعني مثلا ايه؟ اخويا مثلا اوضته جنب اوضتي وهو بيجيب لي، انا لقيت حاجه والله هو مثلا لما بيروح بيجي من اوضه لاوضه بيجيب لي حاجه، انا والله لقيت حاجه في السكه ما بينهم، اقول اه يبقى غالبا وقعت منه هو، غالبا وقعت منه هو. نفس الفكره البرين وصل له الم من التراكت ده من هنا ومن التراكت دوت، هو معلم الفايبر السكه دي، فيقول لك يبقى غالبا اللي في الريسبتور فيعمل سكند هايبرالجيزي. غير سكند هايبرالجيزي هو اتكلم عن بارشال ريسبونسيف تو اوبيويد، قلت لك الاوبيويد ده عباره عن مسكن قوي جدا نفس المورفين مثلا، مسكن قوي جدا. المسكن ده بيعمل ايه؟ انت عارف طبعا ان هو البين بروديوسنج سبستنس دي عايز تعمل هنا ايه؟ عايز تعمل ديبولاريزيشن، عشان الديبولاريزيشن يعني اكشن بوتنشال. البين بروديوسنج سبستنس يجي الاوبيويد لا بيعمل هنا هايبر بولاريزيشن، بيعمل هايبر بولاريزيشن فبالتالي ما يقدرش يعمل ديبولاريزيشن فيمنع البين ترانسبشن. طب انا قلت لك ان هنا العيب المشكله في الريسبتور، مشكله مش في الريسبتور، مشكله في التراكت نفسه، فبالتالي حتى لو اوبيويد وعملت هنا بلوك هلاقي لسه الالم موجود، حاسس بيه لان الالم مشكله في السكه في المسار. قال لك من ضمن الامثله بتاعتها التراجيما النيوراجيا اللي خدناها في المحاضره الاولى، الهيلمز زوستر، التيمز دورزاليس، دي كلها حاجات هناخدها في المحاضره بتاعت الايه؟ السنسوري كورتكس. من ضمنها فانتوم ليمب، هو ايه؟ هو المشكله حصل له والله في الليمب بتاعه، الليمب بتاعه قطع اصلا ما عادش عنده فرينير باندنجز، بس حصل له ريتيشن هنا في الدماغ. يقول اه ده انت عندك ده المشكله الالم فين؟ في ريسبتور، هو اصلا لا عاد عنده رجل ولا عاد عنده ريسبتور، بس الكورتكس بتترجم ان هو عنده المشكله في ريسبتور فتوهمه، ما هو فانتوم شبح بيوهمه ان في عنده ليمب، والليمب وضعه جدا. ذكر حاجه في المحاضره وطبعا ذكر هنا سياتيكا اللي هو عيال النسا، وقلت لك القصه ان هو الديسك بتاع ظهره بيربشر بيضغط على سياتيك نيرف فبيعمل له فيه ريتيشن. بالمناسبه بس معلش انا نسيت موضوع سياتيكا مش مكتوب في المحاضره، في حاجات بس انا ذكرتها عشان نفهم بس ان الالم في النيوروباثيك بين بيبقى مش سببه ريسبتور، بيبقى سببه مشكله في الفايبر، في الفايبر اللي شايل ايه؟ شايل بين سنسيشن. المكتوب عندك في المحاضره وتاكدت منها الكوزالجيا، ذكرها بس تاني كده في وسط السطور، قال ان هي كومبلكس ريجنال بين سيندروم، يعني هو بين سبب مش معروف، بس الثيوري الموجوده يعني ان احنا دوت سبينال كورد متفقين فيه عندنا يعني ده البوستيرور هورن سيل والانتيرور هورن سيل دي ايه؟ دي حاجه في حاجه اسمها اللاترال هورن سيل. حلو الكلام، طبعا متفقين ان ايه؟ ده هنا بيبقى في حاجه اسمها الدورزال روت اللي هو الجدر الخلفي، طبعا ده بيبقى سنسوري. حلو الكلام، وده طبعا بيبقى موتور، واتفقنا ان هي انتيرور هورن سيل الخليه بتطلع كده، وطبعا دي هنا بيبقى فيه دي ار جي اللي هي السيل بادي بتاع السيل بادي، عشان تفهم بس السيل بادي دي ار جي بيبقى جواها الكوليكشن بتاع السيل بادي بتاع اي سنسيشن سواء تاتش بين تمبريتشر اي حاجه، بيبقى كله متجمع هنا مع بعضه، السيل بادي كلها متجمعه محميه هنا عشان تستخبى عشان ايه؟ ما يحصلهاش مشكله، يعني الفايبر لو قدر الله حصل فيه تروما او شيء ممكن يتجدد، لكن السيل بادي لو حصل لها مشكله ما تتجددش، فيبقى طبعا راح كده وبقى داخل ايه؟ من الدوزر. ده الشكل بتاع الايه؟ السبانال كورد. كوزالجيا والله يقول لك ايه؟ احيانا بيحصل احنا متفقين دوت ايه؟ انتيرو هورن سيل وحتى لاترال هورن سيل طالعه، اللاترال هورن سيل دي اوتوميك، اوتوميك ده عباره عن ايه؟ انفولاتري موتور، يعني بيطلع على الموتور، ده بيبقى موتور، طلع موتور، قال لك والله احيانا يحصل ايه؟ وطبعا الروتين بعدين بيتجمعوا، الروتين كده بعدين بيتجمعوا ويبقى ايه؟ يعمل لك ميكسد نيرف، ميكسد نيرف كده يعني. المهم فيقول لك هو والله هو مكمل كده الاوتوميك، احيانا يحصل ايه؟ طبعا ده سنسوري وده اوتوميك، ده راح كده وده راح كده. احيانا يحصل اوفر جروث للايه؟ للاوتوميك، والله ده اوتوميك. يحصل له اوتوميك، اوفر جروث للنور ادرينرجيك فايبرز، نور ادرينال طبعا نور ادرينال. حلو الكلام؟ ويتم اوفر جروث وكمان سبروتنج يعني ايه؟ تتفرع كده وتروح ايه؟ يعني تروح هنا. تعمل اريتيشن او ستيميليشن لايه؟ للسنسور رود، فهو بالتالي انت ايه؟
حصل لك مثلا سيمباثيتك ستيميليشن، انت مثلا حصل اي حاجه طلبت عندك ان السيمبا يشتغل، فالسيمبا هو شغال يوم ايه يشغل معانا ان حصل اوفر جروث للفايبرز دي وحصل لها سبروتنج وراحت عمل انيتيشن للسنسوري باثوي، فيبدا انت كل ما يشتغل عندك السيمبا يشتغل عندك سنسوري فتحس بالم، فهو بقى ايه يبقى موضوع الم. وبقى كاتبين هو كومبلكس ريجنال بين اللي بيبقى في ريجن مختلفه، كاتب لك بس حاجه ان السكن بتاعه الحته اللي جواها بين بيبقى ثين وبيبقى شايني ملمع وجواه هير جروث زياده، لانه بيبقى في كده نفس ايه نفس سويتنج فبيبقى شايني وبقى ثين وجواه هير جروث. وكذلك في حاجه ثاني اللي هو بتاع كاتبها هو من ضمن اسماء برضه، يعني هو كاتب كوزاجيا كومبلكس ريجنال بين سيندروم ريفلكس سيمباثيتك ديستروفي. ليه ديستروفي؟ حصل ديستروفي يعني خلل في السيمباثيتك فايبرز اللي هي نون ادرينرجيك، فكل ما يشتغل السيمبا يقوم مشغل معاه سنسوري رود يعمل الم ويعمل ايه سويتنج ويعمل اللي هو ايه عشان كده السكن يبقى شايني يزود هير جروث. طيب الحل بتاعه ايه؟ الحل بتاعه تريتمنت. انا عندي مشكله ان النور ادرينرجيك بتطلع نور ادرينالين، فاديله الفا بلوكر ولقوا ان الفا 1 بيأثر اكتر من الفا 2، يعني اديله الفا 1 بلوكر احسن من الفا 2. هو ليه بقى؟ يعني طبعا انت عارف ان النور ادرينالين الفا 1 ده بيبقى اكزيتاتوري والالفا 2 بيبقى انهبيتوري موجود بس الايه في الجي اي تي، فانا عايز اديله حاجه موجوده في جسم كله الفا 1 فاديله الفا 1 بلوكر، فبالتالي يعني ايه المشكله دي بتقل عنده شويه. طب احنا كده وصلنا ايه؟ خلصنا الديب بين، خلصنا البيسترال بين، خلصنا النيوروباث بين. انا اسف انا طولت، بس انا كان لازم اطول عشان اشرح فكره يعني طبعا اشرح محاضرتين بين 1 وبين 2 على اساس اولا تنفع لو حد بعدين هيسمعها من الدفعات الجايه او شيء يبقى محاضرتين مع بعض، عشان برضو احنا قدمنا اكثر من شهرين 70 سي اس فحتى المصطلحات نسيناها. كده بقينا الفيرد بين وبقينا اللي هو جابها في الاول الكنترول بتاع البين. احنا خلينا نخلص واحد كنترول الفيرد بين. انا هقرا المحاضره عشان ايه يبقى كلام واضح. قال لك ايه؟ مش احنا شرحنا الفيسرال والديب بين وشرحنا ان بيبقى معاهم حاجه اسمها سكند رايبر ديزيز اللي خدناها اصلا في المحاضره الاولى، هو ده الفيرد بين. الفيرد بين قال لك ايه؟ ان احيانا الفيسرال والديب بين الفيسرال بتاع اي الم في الفيسرال او الديب اللي هو في التندون والمسل والليجامنت والجوينت، قال لك ان احيانا البين بتاعهم سام تايمز نوت فيلت at the site of the origin، يعني مش الالم في الفيسرا ما احس بيها فيسرا لا، but is referred to the skin area supplies by the same posterior root. احنا متفقين البوستيريور روت اللي هو السنسوري قد يكون نفس الفايبر جايب سنسيشن مثلا من السكن ومعدي جنب مثلا فيسرا معينه جايب منها سنسيشن، فهو ايه الفيسرا والسكن يعني بيدوا سنسور فايبرز واحد افرنت واحد راح للدورزال روت والايه والدي ار جي والسبانال كورد يعني. فقال لك ان الريفير تو ذا سكن اريا سبلايد باي ذا سيم بوستيريور روت سماها ديرماتومز اللي هي القطعه الجلديه. بمعنى ايه؟ ديرماتومز دي اللي هو في الجسم كده في الاناتومي يعني ان لو مثلا ابر لمب كده بتقسم لديرماتومز يعني قطع جلديه كده وكل حته مش عارف والله سبلايد مثلا بالعصب رقم تي 3 والله ده تحت تي 4 بيجيب سنسور منه وهكذا يعني الديرماتومز. فهو طبعا وهو معدي العصب وهو معدي ده تي 3 ده ما بين ال الثراسيك 3 والثراسيك 4 وهو رايح مش بيعدي جنب الهارت مثلا مش بيعدي جنب الفيسرا، ممكن يكون شايل يعني جايب من الريسبتور هنا وشايل من الفيسرا، فبالتالي البين لما يجي يتحس احيانا يتحس على ايه؟ على مش مكان البين الاساسي لو فيسرا يتحس مثلا في مكان الايه؟ السكن. فهو ذكر بعدين اكزامبلز مهمه جدا عندها غالبا في الام سي كيو السنترز، يعني قال لك ان الكارديك بين قلنا ريفيرد تو ايه؟ تو البيز اوف ذا ليك والليفت ارم والريتروستيرنال وايبيجاستريم احيانا ايبيجاستريم، فاللي بيشيلوا تي 2 من التي 2 للتي 5 من التي 2 للتي 5 الجاستريك بين والله الجاستريك بين مثلا بتاع الم المعده هيبقى ايه؟ هيبقى في السكن بتاعتي انا حاسس والله الم في السكن رغم ان هو الم في المعده بتوين الامبليكس والزيف ستيرنال زيف ستيرنال اللي هي بروسيس زيف ستيرنال بروسيس اللي هو ايه؟ المنطقه دي يعني طبعا ده السنتر بتاعها والله ده هو من تي 7 لتي 9 دي حاجات حفظ لازم تحفظ عشان دي ام سي كيو. الجول بلادر موجود ناحيه اليمين فيبقى ايه رايح للرايت شولدر عكس الايه الكارديك ماسل يبقى ليفت شولدر هيبقى ايه تو ذا التب وهيبقى التب اوف ذا رايت شولدر اللي هو سي 3 سي 5 فاكر سي 3 سي 5 ده ايه ده الفرينك ما هو الفرينك نيرف راح يغذي الدفان تحتيه على طول الليفر والجول بلادر فلو حصل مشكله انا في الجول بلادر والله اتفقنا ان ايه ان البيسترال بين بيبقى ماشي مع اما اوتونوميك فايبرز مع برا اوتونوميك يعني برا او سيمبا او سوماتيك فالفريك نيرف هو رايح للسي 3 معدي جنب الـ جنب الـ جنب الجول بلادر هات منها سنسوري فبالتالي لما حصل ريتيشن للباثوي الدماغ مش متعود يعني قلما يحدث الم في الجول بلادر فهو متعود ممكن والله يحصل الم فين في المنطقه بتاعت الايه في منطقه بتاعت السكن وهو الفريك نيرف ومعدي على رايح للديافرام موتور
راجع من الدفرام واخد معايا من كل بدل ومن سكن، فتحس انا في سكن ده الفكره بتاعته. طيب والله كتب لنا بين ريفير تو ذا باك لون، لون اللي هو المنطقه الخاصه دي، الليجوانا ريجن اللي هي بتبقى ما بين الثاي وما بين الترانك، التستس اند سكروتم، والمركز بتاعها او السنتر بتاعها من تي 10 ل ال 1. الامبيديكولار بين معروف جدا، بيبقى ريفير تو ذا امبيديكس في الاول، بس لو زاد يبقى الرايت انك فوسا. الامبيديكس طبعا تي 10 ودي معروفه جدا، يعني التي 10 طبعا هو طالع من ورا لافف كده رايح هنا، ده تي 10 معروف جدا، معدي على الابندكس ورايح للابلكس. فانت تحس انا ايه، الدماغ مش متعود يجي الم الم في الابندكس، فيقول لك ايه والله ده الم هنا، تحس ان انا جنب الصوره واجعني. لو الم شديد جدا يبقى رايت انك فرصه. ده فكره ايه الفيرجن. هو ذكر الميكانيزم وما شرحش فيه حاجه، قال لك والله كونفرجنس كونفرجنس بروجكشن ثيوري كونفرجنس فاسيليتيشن. اتفقنا، هشرح لك ببساطه بسرعه عشان ايه، عشان تبقى فاهمها. بس الكونفرجنس بروجكشن قلنا الاسقاط، بمعنى ايه؟ انا قلت لك ان هو مثلا في اورجان، اورجان معين ليكن احنا اتفقنا على ايه، مثلا الجول بلادر. الجول بلادر موجوده حتتين، فهي مثلا الفرين ده فرام، وده الفرينك نيرف. الفرينك نيرف رايح لغاز الدفرام، الفرينك نيرف طبعا فوق وتحت، حلو الكلام. تحت هنا الليبر، هنا ده الليبر تحتيه، وفي جول بلادر. فهو رايح هنا موتور بنفس الوقت ياخد سنسوري من الجول بلادر، وياخد سنسوري من السكن بتاع الترانك، السكن بتاع الترانك. فايه هو لما حصل ريتيشن مثلا، انا في الجول بلادر الباثوي كله ده، الباثوي السنسوري ده السنسوري، حصل له ريتيشن. انا هحط له تاني اذا كان دوت موتور، معلش انا هحسبها بشكل احسن عشان الناس فعلا بايظه خالص. اذا كان ده مثلا الترانك، ده الدفرام، ده الدفرام الليفر، الدفرام هيبقى كده بالظبط، الليفر هيبقى تحتيه، الليفر هيبقى كده مثلا، وهنا الجول بلادر، الجول بلادر تبقى هنا. فهو ده الفرينك نيرف رايح موتور، يعدي والله ليه، لا ليه ما ياخدش من هنا سنسوري ويمشوا هم كلهم في نيرف واحد وياخد من السكن. فالمهم يمشي بقى في الباثوي اللي احنا عارفينه، سواء الكوردو اس جي ار وكده. فالدماغ بيعمل بروجكشن اسقاط، يقول لك والله لا انا الالم ايه، هو مش عاوز يجي الالم هنا، يقول لك يبقى الالم جاي من الريسبتور دي. فتحس الالم مثلا ايه في الريسبتور اللي هي موجوده في التيب اوف ذا شولدر. طيب الحاجه الثانيه كونفرجنس فاسيليتيشن. كونفرجنس فاسيليتيشن اتفقنا عليها واحنا بنشرح البرايمري والسكند هايبر الجيزيا، قلنا في السكند هايبر الجيزيا بيحصل ايه، بتاعت مثلا دي منطقه، دي حصل جوايا عندها انجري، المنطقه حصل عندها انجري، دي المنطقه الانتكت هنا سليمه. طبعا ده طلع منها نيورون راح يوصل، وهنا برضه نيورون راح يوصل. فكرك ان كل نيورون يوصل نيورون اللي بعده كده عادي، لا ده لازم يعمل كونفرجنس ودايفرجنس وحاجات كده. فده يقوم مطلع ايه، مطلع يعني برانش، يروح يغذي ايه، ده برانش اهو، برانش كبير اهو عشان يبقى واضح كمان برانش. فهو ايه والله الانجري، انا عملت ايه، انا عكست معلش، البرانش يبقى راح من هنا ده برانش. فوالله هو راح ايه، هو راح انا حصل اكشن هنا، اكشن بتش وصل هنا، في نفس الوقت هو ماشي كده وراح يوصل لغايه هنا، يوصل هنا فيعمل ايه، طبعا ده الثيرد كورتيكال نيورون وانا الثيرد كورتيكال نيورون، وفي الاخر بقى كل واحد بيفوت ليه منطقه معينه في السيربرال كورتكس. فلما يحصل هنا يحصل اكشن، يروح هنا، هيروح هنا لغايه ما يوصل ايه، لما يحصل فاسيليتيشن يعني يقربوا من فارق ليفل. اما هو يقرب فارق ليفل، لو وصل فارق ليفل الدماغ الكورتيكال نيورون دي، لو حصل اكشن هنا غالبا يروح اكتر ويروح هنا، بس هيروح هنا برضه. هو بيروح هنا بيعمل فاسيليتيشن، يعني بيقرب الريستنج بوتنشال من فارق ليفل. اول ما يوصل لفارق ليفل ويعمل اكشن بوتنشال يوصل هنا ويوصل للكورتكس، الكورتكس يقول لك اه يبقى انا جاي منين، من السكه بتاعتي، السكه بتاعتي هي دي، فيقول لك والله انا جاي من هنا. فيعمل ايه، اللي هو الالم يتحس في حته انتكت مش انجن، مش الحته اللي جوه الايه، اللي هو الانجن. احنا كده خلصنا خبر اوردر فيت بين، بقينا بس احنا حاجه كنترول، اللي هو ذكر حاجه في المحاضره بس سهله كده اذكرها، اللي هي ايه، حته الاتش والايه والتكنيك. الاتش اللي هو الاحساس اللي عايز يعني يهرش، يعني قال لك والله احيانا الاتش ده يكون سببه حاجه ما اقدرش، يعني مش بس لما يحك الجلد الالم يروح، لا هو مش الم، هو كتر ان هي حاجه بسيطه ما بتحسش، يعني نحكي نقدر عليها الم يعني، بس هو ايه احساس كده يعني انوينج سنسيشن، اللي احتفالا بين انبليزنت، احساس يعني سيء جدا، لكن ده انوينج مزعج. لو والله في احيانا مثلا مرض زي الرينال فيلير وسم ليفر ديزيزز نفس الجوندس، احيانا بتعمل ايه، بتعمل موضوع الاتشنج ده. لكن الاتشنج هو عايز يثبت ان هو ايه، ليه باثوي معين. احتفالا برضه الاتشنج الريسبتور بتاعته نفس البين، فرينر اندنج، بتمشي
فيرست نيورون يدخل في الدي ار في الدي ار جي دوز لوت دوز لوت يدخل يطلع نفس البين فيو سيجمنتس بعدين يعمل ايه يعمل ريلي على المين سنسور نيوكليس مش الاس جي ار هو عايز يوصل لك ان هو ايه في حاجه اسمها اتش سبيسيفيك باث واي ان ايه ان الاتش ده ليه مسار مختلف عن البين ماشي انا المسار بتاعه مختلف عن البين ما ذكرتوش بالتفصيل بس هو بيروح يعمل ريلي على الام اس ان اللي هو المين سنسور نيوكليس نفس الايه نفس الكول تاتش كول تاتش احنا قلنا ايه مش فاين غير فاين تاتش فاين تاتش لوكالايزد كول تاتش تافه الاتش ان تافه زيه هتلاقيه ماله هتلاقيه يروح هي نفس النيوكليس الام اس ان الام اس ان يطلع فين بقى هو كاتب لك في الفينترو لاترال هيطلع في الفينترو اذا كان بين البين بيطلع في اللاترال هيطلع في الفينترو طيب ذكر حاجه كده معينه ازاي ليه لما يحصل سكراتشنج البين هيقل ده لما او الاتش هيقل ده لما اشرح الكنترول بتاع البين دلوقتي حالا هتفهم ليه بتخش على النقطه الاهم اللي هي ايه فكره الكنترول بتاع البين احنا اتفقنا ان الفيرست اوردر نيورون يعني في نيورون هنا جاي من المنطقه مثلا من السكن شغال القلم عشان شكله كده خلص الفيرست اوردر ماشي رايح للدي ار جي طبعا ده نفس النيورون على فكره يعني دي نفس خليه معلش انا قصدي ده هنا السكن عشان بس يبقى الكلام صح ده السكن ده الفيرست اوردر نيورون طالع داخل في ده وخلينا مجازا المفروض يطلع كام سيجمنت بس مجازا يعني هقول ايه هيروح على الاس جي ار الاستجابة. هو مش بيروح دايركت بيروح عن طريق سيبرال انتر نيورونز يعني بمعنى ايه مش هيروح بالدايركت بالشكل ده هيبقى في انتر نيورون صغيره كده تسلم الانتر نيورون تسلم الانتر نيورون تروح على ايه على الاستجابة. ايه فايتهم ان مالتيبل انتر نيورون هتعمل مالتيبل سينابسز السينابسز دي قد تاتي حاجه اتفقنا الدي ار جي دي الدي ار جي دي بتاعه تجمع جوه كل السيل بادي بتاعه ايه كل السيشن سواء فاين تاتش تمبريتشر بين اي حاجه فمثلا دي مثلا سكه البين ده سكه البين والله مثلا سكه الايه الفاين تاتش جنبها ماشيه ورايحه نفس المكان وطالعه رايحه ايه لمركز رايحه ايه للدورز الكولن لو تفتكر الجراسيل الكونيت هو ماشي ممكن يدي ايه برانش برانش دوت يكون انهبيتوري فيروح على ايه عشان كده بقى ايه ان هو ان الريلي بتوين الفيرست اوردر نيورون في البين ده مثلا ده فاين تاتش كاتب لك ان الايه ان الريلي بتوين ذا فيرست اوردر نيورون اند سكند اوردر نيورون بيكون عن طريق فيا من مالتيبل انتر نيورونز بتعمل مالتيبل سينابسز المالتيبل سينابسز دي ممكن تيجي برانش من حاجه جنبها يعملها انهبيشن بالتالي ايه لما يعملها انهبيشن يوقف البين ترانسميشن طب انا هستفيد منه ايه؟ يقول لك مثلا حصل بين حاجه يقول لك ايه والله دلك المنطقه لما دلكها انا شغلت ايه؟ حته الفاين تاتش والبريشر الفاين تاتش والبريشر ده لو تفتكر كان ايه بيتا البيتا يعني ثيك مالينيتد هنتفق بين ايه اذا كان فاست ايه دلتا لو كان حاجه اللي هو الستو بين وغالبا ده ستو بين انت بعد بتعور وحصل لك فاستين بيتبقى ستو بين سي فالاي بيتا البرانش بتاعته كبيره اللي هو الكولاترز فالكولاترز تروح تعمل ايه تعمل لاترال ديفيشن فاقول لك ايه لما تدلك المنطقه انا دلوقتي عملت سيميليشن ايه سيميليشن فاين تاتش هو الفاين تاتش رايح يعمل ايه يعمل السيميليشن للجراسين مثلا الكونيت يعمل ايه لاترال انهبيشن او مش لاترال معلش اللي هو بري سينابتيك بري سينابتيك كان بتفهم اذا كان انواع انهبيشن محاضره ثانيه البوست سينابتيك لو انا طلعت حاجه زي الجابا والجابا دخلت كلورايد الكلورايد ده هيعمل ايه؟ هيعمل هايبربولايزيشن ويمنع الانهبيشن البري سينابتيك بقى ان هو ده الاوردر ده الفيرست اوردر نيورون ده السكند ده الفيرست وده السكند يجي ثيرد انهبيتور نيورون ثيرد يعني نيورون ثاني اهو ملوش علاقه بس يكون انهبيتور يروح يعمل ايه؟ ينزل التيرمينال نوب على ايه على البثوي ده فيعمل له انيبيشن يعمل له ايه انيبيشن هيطلع الجابا مثلا يعني. فهو طبعا جاي اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال يروح هنا المفروض يروح هنا بس ده هيعمل له هايبربولايزيشن فهنا اكشن بوتنشال ان ايه انه يوصل لسكند اوردر نيورون فده اللي بيحصل انا عملت استيميليشن هنا استيميليشن طالع عادي كاكشن بوتنشال بس يجي هنا يعمل ايه يطلع حاجه انيبيتوري فيمنع البثوي ده طيب بس كده مش بس كده مش اتفقنا برضه الفاين تاتش نفس الفايبريشن ايه ده فحاجه زي الاكيوبانشر اللي هو الابر الصينيه هو بيحط الابره الصينيه فبيعمل استيميليشن للفايبريشن باثوي اللي هو برضه بيطلع في الجلاسيل كونيت ده ايه بيتا فالبرانشات بتاعته تعمل ايه؟ تعمل انهبيشن للانتر نيورون اللي اكتس از جيت عشان كده سميناها الجيت ثيوري اللي هي نظريه البوابات ان هو ايه البوابات دي يقدر يجي لها برانشات من حاجه جنبها تعمل لها ايه؟ تعمل لها يعني انهبيشن عشان كده بيقول لك ممكن استخدمه الاكيوبانشر ده لما اعمل انفيتيشن للفايبريشن ريسبتور والفايبريشن باثوي ممكن استخدمه ككمبليت انستيزيا واعمل معاه عمليات طبعا الصينيين ما شاء الله يعني الفرورة. وعارفين كل حته يعني عارفين الفيلد بيلد يعني الباثوي عامل ازاي فكل حته مثلا معينه احط عليها يبقى عارف ان هي هيسكر حته معينه غير كده كان في مثال ثالث ذكروه الكاونتر ايرتنت احط حاجه يعني نفس اوينمنت يعني مره او حاجه الحاجه دي برضه بتشغل باثوي ثاني مع مثلا فاين تاتش او فايبريشن او كده فلما الباثوي الثاني ده يشتغل وهو طالع يوصل الدماغ انت مثلا بتحط اوينمنت مثلا مرهم
في نفس الوقت والله مثلا بيوصل لك معلومه انك انت مره بتحط مثلا والمره بتطلع كيميكالز وحاجات زي كده وهي طالعه بيقوم عامل ريتر انهبيشن ليه للبين باثوي ده بالنسبه للسباينال السباينال كنترول. طيب قال لك والله ده في كمان سوبر سباينال. طب سوبر سباينال خلينا ايه عشان نفهم الموضوع سوبر سباينال وذكر عليها مثال بتاع ايه بتاع الجنود في الحرب. هنعرف ليه هو ايه موضوع السوبر سباينال فاسيليتيشن ده سوبر سباينال كنترول اوف بي. دلوقتي اتفقنا ان احنا نروح على الفيرست اوردر نيورون هنروح على السي جي ار هيطلع في اللاترال سباينال ثيرمال تراكت كسكند اوردر نيورون هيطلع بي ال بي ان تي لو كان فاست بين او نون سبيسيفيك ثيرمال نيوكلاي لو كان اي سلو بين. في نفس الوقت وهو طالع في اللاترال يعني ده السباينال كورد وهو طالع كده ايه لاترال سباينال ثيرمال تراكت يقوم طالع منه كل لاترال يعني برانش يروح يشغل ايه بقى يشغل ضوء ايه اساس البلد معلش لفظ المحاضره وهو طالع بيروح يشغل حاجه اسمها اندوجينس اوبيت سيستم. اندوجينس اوبيت فاكر اوبيت اللي هو المورفين المسكن هو بس ده اندوجينس مش بياخده من بره بيبقى زي بقى الكولاتر ده هو طالع بيروح حاجه اسمها في اربع اماكن بتطلع اندوجينس اوبيت ده اول حته اسمها ايه البريفنتريكلر فاكر البنتريكلز البريفنتريكلز يعني نيورونز حواليها بتطلع المورفين او الاندوجينس اوبيت ده اسمها بريفنتريكلر نيورونز وبيري اكوداكتر فاكر الثيرد والفورث فنتريكل كان بينهم اكوداكتر في سيرديس اللي حواليها برضه بتطلع يبقى عندنا البيري فنتريكلر بيري اكوداكتر سبستانش نيجرا وكذلك اخر حاجه ذكرها حاجه اسمها الدورز الرافي نيوكلياي دي حاجات بتطلع ايه بتطلع الكيفالنز والاندورفينز الكيفالنز يعني مثلا البيري فنتريكلر طلعت الاندورفينز والكيفالنز شغلت البيري اكوداكتر البيري اكوداكتر طلعت نفس الفكره شغلت السبستانش نيجرا طلعت الدورفينز والكيفالنز شغلت حاجه اسمها الدورزال رافي نيوكلياي دي بتطلع ايه دي بتود دي سيروتونيرجيك يعني بتطلع سيروتونين السيروتونين ده عارف ذكرته من شويه مش هنتفقنا ان هو عباره عن فيه يعني مالتيبل انتر نيورونز اكتس اس جيتس السيروتونيرجيك ده انهيبيتوري السيروتونين ده قد يشتغل اكزيتاتوري او انهيبيتوري في الحاله دي بيبقى انهيبيتوري بيطلع البرانشات تقوم طالعه هنا ايه تروح تودي هنا تنزل هنا سيروتونين تنزل سيروتونين السيروتونين دوت بيعمل ايه سيروتونين بيعمل انهيبيشن فاهمني يا عبيد طيب الكلام ده لازم يحصل لو حصل انهيبيشن لللاترال سبايناسيمك تراك لا ده ممكن تطلع من كاتب اذر سايتس كاتب لك بيوتري جلاندز انت بس متوتر مع الستريس بيسموها ستريس انالجيزيا هو متوتر في حرب دلوقتي حاسس ان هو ممكن يتعور في اي لحظه فبتبتدي تطلع الكيفالز والدورفينز بتقوم مشغله البيري فنتريكلر بري اكوداكتر اللي كان معلش انا سبستانس شنيجرا الدورز الرافي كلاي السيروتونيرجيك يقوم عامل داتا انهيبيشن يقوم ينعب بين فحتى يقول لك ايه ان السولجرز حتى ممكن اول ما يحسش ليه ان هو عنده بتتري جلاند طلعت الاندوجينس اوبيت سيستم وعمل انهيبيشن عن طريق السيروتونيرجيك ريسبتور اوف دورز الرافي كلاي بينزل في حاجه اسمها دورزو لاترال فانيكلس لاترال فانيكلس ده طلع في المحاضره ان هو بينزل ايه السيروتونيرجيك سيروتونيرجيك فايبرز بينزل عن طريق ايه الدوزو لاترال فاسيكلس يا رب تكون بس ايه عرفت اوصل معلومه انا عايش اول مره اشرح فشرح طول مني وممكن يكون مش مناسب قوي او ممكن يكون تجاوب بعض التقطقه بس المهم اول مره ان شاء الله المره الجايه تكون احسن. السلام عليكم.